قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله؟ دي في آية تانية في سورة المائدة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذن ففيه حاجة جت تانية هيبقوا قردة وإيه وخنازير وعبد مين؟ ما حدش قال انهم اتمسخوا خنازير، يبقى زي ما بقوا خنازير كانوا ايه قردة. طب ما دام ما اتمسخوش خنازير وربنا قال جعل منهم القردة والخنازير، يبقى الجعل زي بعضه. ام قال لك العملية في انه نقلهم نقلا من انسانية مكرمة الى بهيمية. بهيمية ايه؟ في القيم، بهيمية في الإرادة. يا أنتم لا تستحقون أن تكونوا ممنهجين بمنهج الله، يبقى لازم تكونوا في الخلق الإيه؟ في الخلق الأدنى ده، لأنكم لم ترتفعوا بما آتاكم الله من تكريم في خلقكم وخلقتكم وخلقكم بالقيم المنهجية، ما ترتفعوش إلى هذا، يبقى أنتم تفضلوا في إيه؟ قال لك زي، قال لك دي تلاقي القرد الحيوان الذي مفضوح السوءة، مفضوح السوءة، تلاقي صحيح هو كده سوءته باينه، لا واخده لون مميز عن الجسم، وخفة الحركة، وأنه لا يتأدب إلا بالعصا، يقول له يعجن عجين العجوزة ولا الصبية، يعجن ويعمل كذا ونام نام مش عارف بالعصا يترك. وهؤلاء أيضا كذلك لم يقبلوا المنهج إلا لما رفع الله فوقهم الإيه؟ فوقهم الطور. يبقى إذن المسألة، المسألة مش مسخ خلقي، إنما المسخ إيه؟ مسخ إيه؟ خلقي. وخنازير يعني لا يغارون على أنساهم، ودي صحيح موجودة فيهم ولا لا؟ موجودة فيهم. وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت يعني الطاغوت هو كل إنسان متجاوز الحد في الغي والظلم، طاغي وبعدين مبالغة تقول إيه طاغوت. طب ويعبد الطاغوت إيه؟ يعني يمتثل أمر الظالم المتناهي في الظلم ويزين ظلمه له ويزينه، أدي عبد الطاغوت. يبقى الطاغوت هو الإيه؟ المتناهي في الطغيان والظلم، والذي يعبده هو الذي يأتمر بأمره أو يزين له إيه؟ أو يزين له ظلمه وإيه؟ وجبروته، ويحاول إنه يوجد له تبريرات للظلم بتاعه. ولذلك يعني كانوا يدون حكاية قديمة كده، السنجق التركي لما كان له إيه؟ ناقة، جمل، والجمل سايبه ما يربطوش ويتركه يعيس في مزارع الفلاحين، فتأذى الناس من ايه؟ من الجمل. فلما تأذى الناس من الجمل وما يسببه لمزارعهم من التلف، ماذا حدث؟ قالوا فلنذهب الى السنجق الوالي لنطلب منه ان يقيد جمله. فقالوا ومن يجرؤ أن يكلمه؟ قالوا كلنا نكلمه، حتى إذا نزل الطمة تنزل بالجميع، يبقى الكل يساء به. قال دبروا الأمر. قال نجمع رؤوس الحي ونذهب. أنت تقول يا سيادة، وأنا أقول السنجق، والتاني يقول له الجمل بتاعك، والتاني يقول له أتلف مزارعنا، والأخران يقول فنرجو منك أن تعقله، يعني تربطه. وزعوا كم كلمة، يعني ما فيش واحد منهم يقول إيه جملة مهمة، عشان تبقى المصيبة إيه موزعة. ما هو طاغي. فلما واجهوا قال أولهم يا سيادة، والتاني قال السنجق. قال ماذا؟ قال الثالث الجمل. قال ماله وشخط فيه؟ قال له عايز ناقة.
شوفوا ازاي كانوا ذاهبين ليتمردوا على ظلم، فحينما وجهوا بالطاغية لم يستطيعوا أن يواجهوه، بل زادوه طغيانا على طغيان، ورحموا جمله أن يظل أعزب بدون ناقة، فهم يريدون له ناقة تريح أعصابه. وعبد الطاغوت. إذن فقول الله في هذه الآية إنه جعل منهم قردة وجعل خنازير، ولم يقل أحد أنه مسخهم إلى خنازير، يبقى برضو قردة من هذا الإيه؟ من هذا اللون، وتبقى المسخ مش خلقي وإنما هو إيه؟ مسخ خلقي.